بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بسبورتينج تقدم لكم عظة المعمودية ألقيت يوم الجمعة الموافق 14 أبريل سنة 1978 للأب القمص بيشوي كامل. بسم الله والابن رسول الله أمين. يوم الأحد القادم أحد التنصير اللي بننصر فيه أو اعتادت الكنيسة إن هي بتنصر فيه أكبر عدد من المؤمنين وزي ما سمعنا قبل كده إن التنصير أصلا كان مرتبط بعيد القيامة لأن اللي بيتعمد بيدفن في المعمودية وبيقوم وكان الموعظين اللي داخلين الإيمان يحضرهم طول الصوم الكبير يتعلمهم ويفهموا حقائق الإيمان وفي عيد القيامة تعيد الكنيسة بالعماد بتاعهم بتناصرهم. وبعدين لما كثر عدد الناس اللي كانت بتتنصر في العيد في ليلة عيد القيامة نقل التنصير للحد اللي قبل حد الزعف أو أحد ثاني. فالنهاردة إذا كنا بنسمع عن العماد وعن نقدموس لأن ده تركيب الكنيسة يوم الحد هيكون أحد التنصير يوم الحد بنقرأ الإنجيل بتاع المولود أعمى لأننا بنعتبر أن الشخص اللي عرف المسيح يساوي تماما الشخص اللي كان عينيه مغمضة ما شافش حاجة وفتحت عينيه وشاف المسيح. طبعا احنا ما نقدرش ندرك هذا الادراك لان ما كناش عميان وفتحنا، لكن لو واحد اعمى فعلا فتح هتجد حياته تتغير تغيير كل، مش هينسى ايام العمل اللي كان موجود فيها ولا هينسى ابدا اللحظه اللي فتحت فيها يعني، ولا هينسى البركات اللي هو عايش فيها الآن لأن ليه عينين مفتحة. مش ممكن أبدا نحس بهذا الإحساس إلا إذا مارسناه فعلا. مش لازم العمى يكون عمى العينين، لكن ممكن إنسان في حياته يكون في عمى وبعدين يفتح على نور المسيح فتشرق فيه نعمته تتغير حياته. وصدقني نفوس كثيرة في الكنيسة هم نفسهم ما بيبقوش عارفين إيه اللي حصل لهم، لكن بيعرفوا حاجة واحدة إن هو قلبهم اتفتح فجأة لمحبة المسيح، محبة الصلاة، محبة العبادة، وفي تغيير شامل لمس حياتهم وفي قوة بتفتحهم دفع كده لمحبة ربنا. ف
فالمولود أعمى تعبير حقيقي لطيف عن الشخص اللي فتحت عينه. وزي ما كانت بتحكي لنا واحدة مرة ما كانتش مسيحية في الخارج كان يعني، وكانت ملكة، ملكة مرات ملك وأم ملك كمان، وبتعبيرها اللطيف لما ذاقت حلاوة المسيح والعشرة الجميلة معاه كانت تقول كده: أنا مش قادرة أتصور هل ممكن الإنسان في الحياة دي يعيش من غير يسوع؟ مش قادرة أتصورها دي، إزاي ممكن إنسان يكون ملوش يسوع ويتمتعش بيه مش فرحان بيه؟ بالضبط زي ما تقول إزاي يكون إنسان مش شايف الحاجات اللي حواليه. أنا عاوز أحط نقطتين صغيرين خالص. إحنا طبعا تعمدنا كلنا مفيش داعي إن إحنا نتكلم عن موضوع إحنا عايشينه فعلا، لكن عاوز أفكرك بنقطتين. النقطة الأولانية إن أنت أخذت نعمة العماد، فدي نعمة ما تنساهاش، عشان كده الكنيسة في الطقس بتاعها زي ما هو معمول في كنيستنا هنا، المعمودية عند الباب بره في مدخل الكنيسة عشان المؤمنين كل ما يخشهم يفتكروا إن هم اتغسلوا هنا، ولو كانوا اتغسلوا في المعمودية دي ما يصحش كانوا يخشوا يقعدوا هنا. فالقعدة اللي احنا قاعدينها النهاردة في الكنيسة دي بسبب إن احنا مرينا على المعمودية، ومن غير المرور على المعمودية ما كانش حق حد مننا ليه الحق إنه يقعد في الكنيسة ولا يدخل ولا يتناول ولا يأكل من جسد الرب ودمه. ما المكان يبقى فين؟ كان يبقى بره الشارع. بجد نفتكر دلوقتي لو أنا جيت كده يعني بتصرف وحش وقومت واحد راجل محترم من اللي قاعدين في وسط الكنيسة أو ست محترم من اللي قاعدين في وسط الكنيسة وقلت له امشي اطلع بره ما تقعدش هنا، ده يبقى حدث تتهز له الدنيا. ازاي ده؟ بأي حق؟ بأي حق؟ ليه الكنيسة بتاعتك؟ بأي حق تسمع هذا؟ ده أنا معايا تصريح رسمي من المسيح شخصيا وأنا لابس المسيح، وبولس الرسول بيقول كده: أنتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح. أنا لابس المسيح. أنت تعرف أنت عملت إيه لما طردتني؟ أنت طردت المسيح شخصيا، وده عمل كبير خالص. بقى من وضع غريب جدا ما استحقش أخش من باب الكنيسة ولا عدت بأبوابها، لوضع النهاردة تقول لي ده أنا لابس المسيح ومن حقي أخش ومن حقي أكل جسده. أمر غريب جدا، ومش غريب وبس، وكبير وعظيم. أدي المركز اللي احنا فيه النهاردة: أنتم الذين قد اعتمدتم قد لبستم المسيح. ويعودنا الوقت يا أحبائي لو اتكلمنا على البركة اللي احنا مقيمين فيها فعلا. احنا النهاردة لابسين المسيح ومرسومين برسم، ما احنا اصلا طبيعة ترابية، فمرسوم علينا رسم الموت، لان الميت، لان التراب تراب، وبالمعمودية اترسم علينا رسم الحياة، فاصبح لنا حياة. بعد ما كان فينا موت بقى فينا حياة. يا سلام، انت ما شفتش الفرق بين الموت والحياة؟
شفت إنسان ميت وشفت إنسان بتحرك، شفت الناس بتخاف من الموت قد إيه، شفت الموت نهايته بتبقى وحشة إزاي، وبتحلل جسم الإنسان وبيبان الفساد بتاعه، أو ده الموت. قص على هذا من الناحية الروحية، إن أنت النهاردة في حياة، وإن أنت النهاردة واخد حياة أبدية، وإن موضوع الفساد بتاع القبر ده موضوع مؤقت، لكن من حقك إن أنت تعيش الحياة الأبدية كلها ولا يغلبك الموت. فأنت متمتع بالحياة، فلابس المسيح ولابس الحياة وعايش بيها حتى لو ما انتش حاسس. والموضوع مش موضوع بسيط أبدا بالنسبة لنا إحنا المؤمنين، عشان ناخده ببساطة. وإن كان سمح لنا إن إحنا نلبس المسيح ونتولد منه ونكون ناس جداد، فلازم نقدر هذه النعمة. واترسم فينا أيضا صليب ربنا يسوع المسيح، وتكملة الإنجيل اللي قرأناه النهاردة اللي اتقرأ علينا لو تقرأ في البيت وراء على طول، هو بيكلم نقدموس بيقول له: وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية، لأن هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. إيه ده؟ إيه علاقة الحية النحاسية وبذل ابنه الوحيد بالمعمودية اللي انت بتتكلم نقدموس عليه؟ قال له: لأن أنا دلوقتي يا نقدموس دخلنا في موضوع تاني جديد. قال الموضوع ده إن أنت مش قادر تفهم إيه اللي حصل. قال له: أنا مش قادر أفهم، أنا معلم الناموس. قال له: معلم الناموس؟ بتكرر الناموس ده الببغاء. إيه الناموس اللي أنت تعرفه؟ تعرف إيه عن المية في العهد القديم؟ قال له: أعرف إن ربنا من المية خلق الإنسان من الطين والمية، وأعرف إن قال للمية إن هي تطلع مخلوقات ودبابات تدب على وجه الأرض، وأعرف كمان في العهد القديم إن المية هي سلة نعمان السورياني لما غطس فيها يخف في مياه الأرض، وأعرف بركة سلوان والمية اللي كان بيجيلها الناس المفلوجين ويخفوا. قال له: أنت معلم للناموس، وده موضوع صعب. لما أنا كلمتك النهاردة وقلت لك إن أنت مش هتدخل ملكوت السماوات إن لم تولد من الماء والروح، فالحقيقة أحبائي النقطة اللي أرجو إن هي لا تغيب عن ذهننا بتاتا، إن أنا واخد فعلا نعمة، زي ما يكون واحد واخد نشان يقول لك: ده واخد معرفتي نشان نجم الصين ولا نشان من رئيس الجمهورية، حاجة يعني يحتفظ بيها ويعلقها على صدره ويفخر بيها في كل مكان. النقطة اللي عاوز أقولها هنا إن في ارتباط بين المعمودية وبين الصليب. يقول بولس الرسول وهو بيعاتب أهل كورنثوس بيقول لهم: هل بولس طلب لأجلكم أم باسم بولس اعتمدتم؟ هل بولس اتصلب عشانكم ولا باسمه انتوا اتعمدتم؟ يعني معناها ان انا اني لو كنت انا يا بولس الرسول اتصلبت عشانكم كان العماد يبقى باسمي، لان في علاقه بين صليب المسيح وعماد المسيح. فما دام انتوا قبلتوا المسيح يبقى اتعمدتم باسم المسيح، وقابلت الصليب في حياتكم. ده اللي خلى المسيح بقى يقول في حديث نقدموس بعد ما خلص، قال له: كما رفع موسى الحية في البرية. والحية النحاسية رمز للصليب. الحية دي عجيبة جدا،
الحياة لدغت الشعب، فلما لدغتهم موسى عمل لهم حية نحاسية لها جناحة كده شكل الصليب، وقال كل واحد يبص بإيمان للمنظر ده، السم اللي دخل جسمه من الحية يطلع على طول، يطلع زي ما عرفه. لكن ده سر إله، ودي قوة في الحية النحاسية، حتة حية نحاسية كده على شكل صليب، قال هي دي هتشوفوها بعد كده كحقيقة في الصليب. كل واحد عنده حية، كل واحد لدغته حية يوصل للحية النحاسية، السم يطلع منه على طول. إذا كان عنده عيل صغير ولا طفل مش فاهم بقى ما سمحت الوصية دي، ولا دغته حية كمان، يشيل ابنه كده على كتفه يقول له بص بص لهنا، يبص الولد يقول له بص شوف شكلها دي الحية النحاسية، أول ما يبص لها كده الولد يجي السم طالع منه على طول. وهكذا كانت هذه الوسيلة الوحيدة لأن السم يطلع من جسم الناس اللي لدغتهم الحياة. عشان كده مناسب جدا ان المسيح النهارده وهو بيكلم نيقوديموس في الاصحاح الثالث من انجيل يوحنا يقول له المولود لا يمكن ان انت تدخل ملكوت الله اما كنت تتولد من الماء والروح، لازم تتولد من الماء والروح، وكما رفع موسى الحيه في البريه هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان. فكل واحد هو داخل المعموديه يبص للحياه النحاسيه، يبص للصليب بقى في عهد النعمه، فتطلع السم اللي موجود فيه. والسم اللي موجود فينا اكتر من السم اللي حطته الحياه لما لدغت شعب اسرائيل، شعبا اسرائيل لما لدغت شعبا اسرائيل كانت حياه عاديه وكان سم عادي، لكن الحيه اللي بتلدغنا النهارده هي الشيطان، والسم بتاعها سم اعنف لان ده سم شيطاني وسم عنيف جدا، يفسد الجسد ويفسد العقل ويفسد الفكر ويفسد حياة الإنسان ويفسد المحبة ويفسد الأخوة ويفسد العلاقات الإنسانية، يفسد العالم كله. سم رهيب جدا، عاوزين نطلعوا السم ده. ما طلع يا عزيزي بالصليب اللي اندق في قلبنا. تقول لي امتى حصل هذا؟ اقول لك كل مسيح لازم يدق في قلبه صليب في المعمودية كما رفع موسى الحياة في البرية. فلأنا عاوز أقوله لك النهاردة، احنا نتكلم على موضوع قديم بالنسبة لنا، ان احنا النهاردة قاعدين حلوين كده في الكنيسة وكل واحد حاسس ان دي كنيسته، ومش من حق اي واحد يقول له اطلع بره وده حقي ومن حق اخش اتناول، كل الكلام ده تتكلمه حد يقدر يقول لك في حاجة. خدت ده منين؟ ده المسيح وهو عمل الحفلة بيدي المثل بتاع العرس اللي عمله الملك لابنه اللي احنا بنقراه اظن يوم الثلاث بتاع البسخ، لان هو بيقول ملك صنع عرس لابنه، يعني الاب السماوي عمل عرس للمسيح، والعرس بتاع المسيح ده هيخطب بيه الكنيسة، هيتجوز الكنيسة وهيدفع فيها دمه. عشان كده الكنيسة بتاعتنا بوعي حطت المثل ده قبل صلب المسيح على طول، لان خلاص احنا داخلين على العرس، لان احنا بنعتبر الصليب هو العرس اللي عمله المسيح، اللي عمله الاب للكنيسة. خطبتكم لأقدم عذراء عفيفة للمسيح، تعالوا يا بنات أورشليم انظرنا الملك سليمان، ده أنا أكيد الأنساب يقول كده في يوم عرفه وفرح قلبه. طب تعال عمل ايه؟ بيقول لك جلس على تخته، يعني جلس على الصليب بتاعه، تخت العرس بتاعه، ومرصوف من محبة الكنيسة بتاعته، ولونه أرجواني من الدم المتساقط عليه، فده يوم عرفه. فالمثل ده بينضرب في الكنيسة، بتقوله الكنيسة قبل الايه؟ قبل في اسبوع الالام. فالمثل ده بيقول كده ان ربنا عمل عرس
الآب عمل عرش لابنه وقال تعالوا بقى خشوا العرش ده وتمتعوا من حقكم، والكنيسة دي بتاعتكم، والعريس ده ملككم، مش العريس ملك العروسة، ملككم والكنيسة هي العروسة، وتمتعوا بيه. وعندنا في المسيحية ما فيش انفصال أبدا، فده عريسكم إلى الأبد هنا وفي السماء، عريس سماوي، والعرس معمول ليكوا شخصيا. انت ده ناس تتخلف ما خدتش نصيبها في العرس ده، قال لمولي كل واحد من بره. ويظهر المسيح حب يورينا مين اللي هياخدوا نصيبهم في العرس، قال الجدع والعرج والقصر، هاتولي اوحش ناس ولفوا في الطرق والسياجات. وانا ما بتأسفش من انسان ابدا، انا عندي هيخش العرس بتاع المرأة الخاطية واللص اليمين والعشار واقصى درجات الخطية اللي هتتصوروها، هتفاجئوا بحاجة خطيرة جدا. لم الناس ديت ودخلها العرس، وبعدين وهو ماشي كده في وسط العرس ده الملك بتاع ابنه بقى وبيقدم لهم ابنه العريس، فوجد انسان ليس عليه ثياب العرس، قال له تعالى يا صاحبي، قال له ايه؟ قال له مين دخلك هنا وما عليكش لباس العرس؟ قال له انت اتلميت من الشارع، ما ننضف من غيري. قال له لا يا حبيبي، مش مسألة انضف من غيرك، انا حطيت بدلة اسمها لباس العرس، محدش يقدر يخشها، اللي هي المعمودية، محدش يقدر يخش العرس ده الا ما يكون لابس البدلة دي، فانت ما لبستش البدلة دي فتتفضل تطلع بره. قال له في ناس اوسخ مني هنا وفي ناس خطاء اكتر مني. قال له ده مش موضوع، ده موضوعي انا صاحب العرس، انا اللي دعيت الناس الوحشين وانا اللي دخلتهم، مش موضوعك انت عشان تتكلم فيه، انما الموضوع دلوقتي موضوع انت لابس ثياب العرس ولا مش لابس، اطلع بره. وطرد بره وحرم من العرس، وكانت مأساة وحشة بالنسبة لي رغم ان الفرصة كانت قدام واضحة. فانا بكلم ناس انا وانت النهاردة، احنا بنتكلم عن المعمودية، ده موضوع قديم بالنسبة لي، لكن ما تنسوش ان احنا ملمومين من ايه؟ من السياجات ومن الشوارع الوحشة ومن خطايانا الرضيع. تقول لي لا يا ابونا انا مش راجل للدرجات دي، يعني زي ما انت تتصور. اقول لك مرة من المرات حسيالي النبي ربنا قال له تعالى يا حسيالي، شايف الكهنة دي اللي عمالة ترفع بخور وبتصلي في الهيكل، شايف الناس اللي بتصلي دي كلها؟ قال له قال له ايه رأيك في دول؟ قال له ادي السين. قال له تعالى، عمل له ثقب في الأوضة، قال له تعالى وري لك نجاسات شعب إسرائيل في الظلام كده، في ظلام عقلهم، في ظلام أفكارهم، حياتهم الداخلية. فشاف مناظر من أقذر ما يمكن، قال له دولة الناس اللي بنشوفهم إحنا؟ قال له عشان تشوف أنا شايف إيه يا حسيال، وإنت ما أنت شايفه، وشايف القذورات اللي موجودة جوه. فالحقيقة أحبائي، إحنا قعدتنا جوه الكنيسة النهاردة دي تساوي كتير جدا. إحنا مش من حقنا نخش هنا العرس ده، ده إحنا ملمومين من السياجات ومن الطرق ومن حتت وحشة جدا. لكن أعطينا لباس العرس، وبيقول لباس العرس، أنتم الذين قد اعتمدتم قد لبستم المسيح. فساعة ما اعتمدتم جيتوا لابسين المسيح، فأصبحت أنت بتخش بجرأة أكثر ما تخش بجرأة في بيتك كمان، تقول دي كنيستي، ده مسيحي، وده جسد المسيح ودمه بتاعي، وده حقي اللي أنا واخده في المسيح، ومفيش مخلوق يقدر يطردني منه. والصليب مدقوق جوه قلبك، لأن مش حياة نحاسية بتاعت العهد القديم، لأن أنت تعرف أسرار الصليب. والصليب في حياتنا مش دايما هو المعنى الوحش اللي بيبقى في ذهن الناس، ان الصليب ده مصيبة او تجربة او حاجة وحش، لا، الصليب ده هو بيقول عنه المسيح وهو بيكلم نيقوديموس، كما احب الله العالم هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. الصليب هو الحب المجسم، والحب المجسم الصليب هو الخلاص، الصليب هو المعمودية. وقالها لابني زبدي، تستطيعاني أن تشرب الكأس التي أشربها؟ تستطيعاني
أن تتعمد بالصبغة أو تصطبغة، لأن كلمة صبغة باليونانية يعني معمودية، فهي لما تترجم عربي تترجم صبغة أو تترجم معمودية. أتستطيعان أن تتعمد بالصبغة التي أنا أعتمد بها؟ ما أنت تعمدت بإيه يا يسوع؟ قال ده أنا غرقت دم من فوق لتحت، شفتنيش على الصليب قاعدين معي. إحنا عندنا ناس في الكنيسة ما تعمدوش ودخل السماء زي اللص اليمين، بس الكنيسة اعتبرت المعمودية بتاعتهم معمودية دم، وزي الشهداء اللي أمنهم في لحظات ودخلوا السماء، دولت ما لحقوش تعمدوا، قالت كفاية الدم اللي اتعاص بيه جسمهم، صاروا شبيهين بالمسيح رب المجد اللي قال عنه ما بال لباسك محمرة، حسب أشعية في الإصحاح 63 بيقول له ما بال لباسك محمرة، كل هدومك حمرة. فإحنا لبسنا الصليب ولبسنا المسيح وأخذنا حقوق كتير. إيه تاني؟ أخذنا الحياة زي ما قلت لك. إيه الفرق بين الحي وبين الميت؟ فرق كبير جدا. الموت وحش ومنتن ومقرف، وياما الموت دبت حياتنا. فالمسيح ادانا حياة، مش حياة بس هنا، قال حياة أبدية، وقال من يأكلني يحيا بيا، يحيا فيا وأنا فيه، وقال إن اللي يأكلني يحيا إلى الأبد. فأصبح إحنا دلوقتي واخدين كمان حياة لا تغلب أبدا من الموت، ولا يمكن إن القبر يقدر يحط لها حد نهائي. الحياة دي حياة أبدية، هي اسمها حياة أبدية. كل ده أخذناه، وأخذناه مجانا، وأخذناه بدون استحقاق، وأصبح ملك لينا. دي النقطة الأولانية اللي أحب إن هي تكون سبقة في ذهنك وتفخر بيها وتبقى فرحان بيها دايما. عشان كده بولس لما يقول كل ما كان لي ربح حسبت نسايا لكي أربح المسيح، عشان أنا أخذت المسيح يبقى كل حاجة دي بعد كده ديت أصبحت نسايا. زي ما حكيت لك على الست الملكة دي اللي قالت بعد ما أخذت المسيح كنت إزاي أعيش من غير ما يكون لي مسيح. لما أنا أخذت المسيح أصبحت خلاص أغنى من كل شيء، لأن أبونا آدم هو اللي فقر نفسه من نعمة ربنا. زي ما يقول القديس أثناسي كان غني جدا ففقر نفسه، وهو اللي حكم على نفسه بالموت، وهو اللي طرد نفسه من النعمة اللي كان عايش فيها من الجنة، وهو اللي سمح كلام الحية وخلى السم بتاعها يدخل في قلبه واتملى قلبه بالكبرية بالغرور، وقال تصير مثل الله، ونسي ان ربنا هو اللي مديله النعم دي، ومن وحشته افتكر ان هو ممكن يعيش بذاته منفصل عن ربنا. ودي خطيه رهيبه جدا، ان الانسان اللي لبس المسيح واعتمد المسيح ده انسان اصبحت حياته هي المسيح فيه، لا احيا انا بل المسيح يحيا فيه. نسيب النقطه الاولانيه ديت لكي تكون موضوع تأملك واعتزازك وفرحك باستمرار. طيب أنا اللي أخذت النعمة دي أعمل فيها إيه؟ أحافظ عليها. وده كلام المسيح مع نقدموس، قال له يا نقدموس المولود من الجسد جسد والمولود من الروح روح. قال له يعني قال له لما إنسان جزداني يعمل أعمال العالم اللي بيسميها برضو هنا المسيح لنيقوديموس أعمال الظلمة، ده معلش لأن ده أصل مولود من الجسد، فأعمال الجسد ظاهرة. قالها بولس الرسول زنا عهارة نجاسة سرقة قتل إلى آخره، دي أعمال الجسد. لكن الروح لما يجي لما نتولد من الروح نبقى روحيين. مرة إنسان ما كانش يعرف المسيح خالص، قال لي أنا عاوز أعرفه كده. أنا الحقيقة احتكرت شوية، قلت بقى ده كمان اللي هيكون يعني يعرف المسيح،
طب خد الإصحاح الثالث من نيقوديموس وراح أعمل لك امتحان فيه. راح أراوجه ثاني يوم ورجع قال لي أما الراجل نيقوديموس ده ما بيفهمش. قلت له ليه بس تقول الكلام ده؟ قال لي ربنا بيقول له تتولد من فوق وهو يقول له أخش بطن أمي. يتولد من فوق يعني يبقى إنسان جديد، أفكاره جاية من فوق وأماله من فوق وحياته من فوق. ده موضوع مش سهل. ليه حق الراجل ده ما يفهمش؟ هو بيقول كده ليه؟ لأنه إنسان عايش في المادية. وما تنساش إن الذات بتاعت الإنسان اللي اتكلم عنها قال من أراد أن يكون في الميزان إن هو يصلب ذاته، ما تنساش إن الذات دي مرتبطة بالإنسان العتيق، فعشان كده خلعها صعب. فالذات دي مرتبطة بالعالم وبرئيس العالم، وتحب تاخد من العالم وتاخد مظاهر العالم وتظهر. خلينا صراحة مع نفسينا، هي الذات دي اللي دايما ما تتبعش من العالم أبدا. أمال إيه الجديد النهاردة؟ الجديد إن كنت أخدت أنا المركز الكبير عند المسيح ده لازم أقدره. أنا مولود من الروح، أعمالي تكون روحية، أعمال الجسد واضحة، وثمر الروح محبة وفرح وسلام وطول أناة ولطف وإيمان وصلاح وطهارة ووداعة وتعفف. ودي دي ثمر الروح. إذا كنت أنا اتولدت حقيقي من الروح تبان في حياتي بقى المحبة والفرح والسلام وطول الأناة واللطف والصلاح والإيمان والوداع كان وديع والطهارة التعفف. دي صفات طبيعية. حتى الكتاب المقدس من تدقيقه بالروح يقول لك دي اسمها ثمر الروح. يعني خلى الأولانية اسمها أعمال الجسد لأن دي الجسد بيعملها، لكن دي مفروض ان الانسان اللي مولود من الروح حياته تكون مثمرة، وطلع الحاجات دي، وطلع المحبة وطلع الفرح وطلع السلام وطلع طول الأناة وطلع اللطف وطلع الوداعة وطلع التعفف. انسان مولود من فوق هو مش ندمان. طب والخسارة المادية في العالم؟ قال كل ما كان لي ربح حسبته نفاية. فالمسيح النهاردة بيقول لنيقوديموس، يعني نيقوديموس الكلام ده مش هتقدر انت تفهمه، بعدين هتفهمه. ما تنساش ان نيقوديموس ده هو اللي نزل المسيح من على الصليب ودفن وصار تلميذ من تلاميذ. ما تنساش ان نيقوديموس هو الوحيد اللي دافع عن المسيح في مجمع السنهدرين واحتج على صلب، ده اصبح من تلاميذ. قال له يا نيقوديموس هدي لك سر خطير. قال له ايه السر ده؟ قال له ربنا فين؟ قال له في السماء. قال له طيب والملائكة تيجي منين؟ قال له تنزل عند ربنا من السماء. قال له لا، احنا هنا بنتكلم العكس، ليس احد صعد الى السماء حتى يعرف السماء الا الذي من نزل من السماء، ابن الانسان الذي هو في السماء. يعني بيكلمك دلوقتي يا نيقوديموس، تقدر تفهم دي؟ المسيح اللي بيكلمك دلوقتي هو لا وقت قدامك، هو ده السماء. ليس احد صعد من السماء الا الذي نزل من السماء، ابن الانسان الذي هو في السماء. مش انا بكلمك يا نيقوديموس انا في السماء دلوقتي؟ قال له ده كلام صعب يا رب. قال له ده صعب لغايه لما تاخد روح ربنا وتلبس المسيح وتعيش الحياه الجديده، تبقى انت في حضره المسيح باستمرار. انما كونك تقول لواحد ان اللي بيكلمك ده هو دلوقتي هو في نفس اللحظه دي في السماء، ولا الكلام ده مش معقول ابدا. قال المسيح ايه نتنائيل؟ قال له انت لسه شفت حاجه، من الان ترى السماء مفتوحه وملائكه الله يصعدون نمره واحد وينزلون. مش ينزلوا الاول وبعدين يصعدوا، ما احنا فكرنا باستمرار ان الملائكه بتيجي من السماء كده تنزل من عند ربنا تنزل علينا وبعدين تصعد تاني، ده الوضع الطبيعي للملائكه. لكن بقى بيتكلموا في موضوع جديد، ملائكه السماء
دلوقتي السماء مفتوحة والملائكة بتصعد وتنزل. ايه حكاية تصعد؟ قال ما أصلنا السماء، انا رب السماء موجود على الارض، فالملائكة بتصعد. وشوف انا قدموس او لان اسرائيل دلوقتي ملائكة تصعد تبتدي من تحت من هنا، قال تبتدي لان المسيح في وسطينا يا اخوتي، المسيح معانا دايما، احنا اللي لبسنا المسيح، اصبحت الملائكة تصعد من عندينا، احنا اللي المسيح حاضر بجسد ودمه على المذبح، اصبحت الملائكة تطلع من عندنا. ابونا في اخر القداس يقول يا ملائكة هذه الصعيدة الصاعد الى العلو بهذه التسبيحة اذكرنا امام الله. فالملائكة يجي واخد التسبيح دي بتاعة الشعب وبتاعة الذبيحة ويطلعها لفوق. فاصبحت الملائكة تعيش معانا. تعيش معانا ليه؟ ملائكة ما تعيش غير مع المسيح، قال لأننا لابسين المسيح نعمودية. عشان كده كان ليه حق المسيح ان الراجل اللي ما كانش عليه لباس الغرب، ما كانش لابس المعمودية، يطردوا بره ولا ما يطردوش؟ دي فيها قسوة. تقول لي بعد ما ابدا ده فيهاش قسوة، ده المسيح قال ان انا كلكم هفتح لكم البيت، لكن مش معناها الاستهتار. اذا كان يا احبائي النقطة الثانية اللي بأكد عليها، اذا كنا احنا لبسنا المسيح واخدنا المسيح والملائكة بتصعد من عندنا بالصلوات والطلبات والمسيح في وسطينا قائم زي ما قال في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه، ده يوحنا بيقول على المسيح، قالوا له مين ده؟ قال ده ربنا في وسطيكم. قالوا مش شايفين حاجة، لكن في ناس كانت شايفاه، في ناس كانت شايفاه. في وسطكم قائم، نعمل ايه؟ نكون امناء ازاي؟ قال المولود من الجسد جسد والمولود من الروح روح. ما تنسوش الآية دي، اللي اتولدوا من الروح فعلا يعملوا اعمال الله. بيقول كده لنقدموس، قال له لأن اللي مولودين من الجسد يعملوا أعمال ظلمة، يعملوا أعمالهم في الظلام، لكن اللي مولودين من الروح يعملوا أعمالهم في النور لكي تظهر أنها بالله معمولة. يعني العمل اللي يعمله بتاع النهاردة يظهر أنه بالله معمول. انا ما بعملش عمل. وشوف تعبيرات حتى الناس الكويسين يقول ربنا يقدرك على الخير، او ربنا يستخدمك في العمل الخير ده، او ربنا يعمل بيك شيء. فالمسيح النهارده ما بقاش يعمل كل شيء لكي تظهر اعماله في النور انها بالله معموله. وده مش تشبيه ولا حاجه، ده احساس اللي عايشه. لان قلت لك ان هو اخذ في المعموديه الصليب فخلع إنسانه العتيق ولبس الجديد. وإحنا أحبائي كمان في النقطة الثانية دي لازم نكون مظهرنا مظهر المسيح. يرى الناس أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم، مش أنتم. إيه الحكاية؟ قال أصلحنا بين أولاده وشكلنا وملامحنا، واللي اتعمل في المسيح اتعمل فينا. إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم، وإن كانوا عملوا في حاجة هيعملوا فيكم نفس الحاجة. ليه كده يا رب؟ قال عشان أنا وإنتوا بقينا واحد، أنا وإنتوا واحد، وديتكم جسدي وأخدت جسدكم، وأخدت اللي ليكوا وأعطيتكم اللي ليا، وروحي ساكن فيكم. عشان كده يا أحبائي أصبحت أعمالنا يتمجد أبونا يتسيء لأبونا، يتمجد أبونا يتسيء لأبونا. يرى الناس أعمالكم الصالحة ويمجد أباكم الذي في السماوات. المولود من الروح يا أحبائي حياته الروحية تنمو باستمرار في النعمة والصلاة والمحبة وفي كل عمل صالح. اوعى ترضى بحياتك اللي انت فيها. بيقول كده قد لبستم الجديد الذي يتجدد حسب صورة خالقه. ففي حياة تجديد مستمرة حسب صورة خالق. فإحنا في المعمودية اتولد فينا إنسان جديد هو المسيح. لابد أن حياتنا اللي لبسنا فيها المسيح تتجدد يوم في يوم، وكل يوم تبقى جديدة وتظهر الملامح أكثر. مش كده ساعات لما تلاقي عيل لسه مولود بقاله يومين وثلاث، الواد ده شبه مين؟
شكله ايه دلوقتي؟ يقول لك لسه اصل هو ملامحه ما تكونتش. بعد اسبوع كده يقول اه ده في ملامح شويه من ابوه. بعد شويه يقول شوف عينين ابوه بالظبط. بعد شويه كده يقول اشوف قرصه وشكله. اذا كل ما بينمو بتتجدد صورته حسب صوره ابوه. يقول بتتجدد صورته حسب صوره خالقه. فالمركز اللي احنا واخدينه النهارده في المعموديه مفروض فيه التجديد المستمر. حياتنا تنمو بالمحبه بالصلاه وبالبعد عن الشر، وان احنا تكون فينا ملامح اولاد ربنا، وفعلا كده نكون كده في زهو وفخر وفرح وسلام، لاننا اخذنا عطيه عظيمه، اصبحنا مولودين من فوق، واصبحنا لنا حياه ابديه، واصبحنا مرسومين بالصليب وثابت في قلبنا وفي حياتنا. الهنا الصالح قادر بنعمته ان هو يجعلنا فعلا ولاد للروح، ولاد للسماء، ورث الملكوت لإلهنا المجد الدائم أبدين عنه.